السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ من زمان عنكم. المهم اليوم بتكلم عن شغلة بشكل بسيط وكثير تصير في آخر كل سنة دراسية. موضوع بشكل أكثر يلامس طلاب السنة التحضيرية اللي بيروحوا للكليات بالإضافة للكليات الثانية، أكيد أن هالموضوع بيلامسكم وإن شاء الله بيكون في نفع ولو بسيط. بس قبل ما نبدأ أحب أذكر كل شخص وصل للمسار الصحي، أنت الآن أنجزت أكثر من 12 سنة دراسية في ثانوي، كنت من أفضل الطلاب وتم اختيارك وترشيحك من بين 600 أو أقل حتى لطلاب أنك تكون موجود في المسار الصحي. وإذا أنت نسيت أنا بذكرك، أنت كانت درجاتك في التحصيلي عالي العال، كانت درجاتك في القياس من أفضل الدرجات، وكل هذا وتقولي ما أنجزت. وأغلبنا إذا مو كلنا بدينا السنة بحب وشغف وعطاء أن احنا نعطي ونقدم ونبذل كل ما نقدر علشان نوصل للشيء اللي احنا نحلم فيه، سواء هذا الشيء كان كلية في المسار الصحي أو كان معدل أو درجات معينة للسنوات الثانية. يظل هذا شيء أنت طمحت له وبغيت الأفضل. ونجي الآن للموضوع، أن البعض يضع سقف عالي لطموحه وهذا شيء حلو مرغوب، ممكن حتى يفوق قدراته لكن يطور قدراته ويوصل لها ويوصل لهذا المستوى. ولكن هذا الأشخاص أصحاب الطموح والسقف العالي إذا ما وصلوا لطموحهم ممكن يمرون بمراحل إحباط، مراحل تعب، مراحل ضيقة تغشي عليهم. والسؤال يكون كيف ممكن أمنع أي ضبابة أو غمامة أو مشكلة أو عائق أو جدار يمنعني أني أوصل إلى هذا السقف؟ كيف؟ عن طريق شغلتين أساسيتين، لكن قبل ما نقول هذه الشغلتين، أول حاجة متى توقيت هذه الشغلتين أساسيتين؟ توقيتهم يكون لما أنت بذلت كل اللي عليك وجاي الوقت اللي الآن تنتظر النتيجة. الشغلة الأولى أنك ما تحصر تفكيرك أني أنا الآن حققت هذا الشيء وأنتظر بس النتيجة الرسمية اللي تقول لي أنا وصلت لهذا السقف، لأن هذه نقطة حساسة جدا. لأن لو صارت وطلعت الدرجات أو تصنيف الكليات وشيء مو أنت راغب له ومو سقفك راح تنحبط وتكون قدامك غيمة كبيرة جدا. فأنت لما ما تحصر مخك على أنك راح توصل وتنتظر النتيجة راح تمتص جزء كبير جدا من الغمامة والشيء اللي ممكن يحجبك عن وصول للسقف للطموح. في النقطة الأولى أقنعنا أنفسنا أن هذا السقف إحنا ممكن ما نوصل له، فالنقطة الثانية لا، نضع لنا خطة بديلة لأسوأ شيء ممكن أن يحصل في هذا الطريق. فلو كان طموحي أنا A بلس أو أني أجيب فوق B أو أني أدخل كلية الطب، كلية طب الأسنان أو صيدلة أو غيرها، لو ما دخلت شنو أسوأ شيء ممكن يجي؟ فقد يكون مثلا أسوأ شيء بالنسبة لك B بلس أو B أو C بلس مثلا، أو كلية الصيدلة مثلا إذا كانت هي رغبتك الثانية. فهنا تضع الخطة، إذا حصل هذا الشيء أنا ويش راح أسوي في المقابل؟ إذا حصل المستوى هذا أنا كيف أصعد إلى المستوى الأول؟ أو أنا حكتفي بهذا المستوى شنو بسوي؟ فهنا صاحب الدرجات هنشيله على جنب لأنه مو بيده شيء، لكن بيقول لك السنة الجاية راح أطور من نفسي بشكل أفضل وأحسن مهاراتي بحيث أني أجيب درجات مثلا أفضل. سؤال أنا لصاحب الكلية أو صاحب التخصص، هل أنا راح أرضى بهذا التخصص أو أني لا أبغى أروح مكان ثاني ألقى في هذا التخصص اللي أنا أبغاه وأبحث عنه؟ أما أهمية تحديد أسوأ نقطة بتفيدني لما أجيب في أسوأ نقطة أو أفضل منها ما راح أضايق لأن أنا كنت محضر نفسي لمتصيد جزء. أما أهمية نقطة بل أنك لو وصلت لأسوأ نقطة ممكن يكون عندك إحباط ولو كان بشيء بسيط، ممكن هذا الشيء يشغلك ويخليك ما تفكر ويضع غمامة بسيطة عليك، فبالتالي بسبب هذه الضيقة يمكن ما راح تفكر وتقول والله أبغى الجامعة هذه أفضل من هذه ولا هذه، أنت متضايق ما تبغى تبحث ما تبغى تتعب. وأحب أذكرك صحيح إن وقت الاجتهاد انتهى، لكن أنت اجتهدت وتعبت وكافحت، في ناس وقفوا في بداية الطريق، في ناس في نصها، أنت وصلت للأخير فخليك فخور. والخلاصة مهما كان جهدك وتعبك في بداية الأمر حدد أسوأ نقطة ممكن أنك توصل لها في هذا الطريق وضع لك خطة بديلة. ولكن تذكر إذا ما وصلت لسقف طموحك وأحلامك مهما كان عالي هذه محاولة وقدامك محاولات ثانية. بالتوفيق جميعا، شكرا لكم.